السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. اليوم احنا رح نتكلم عن طريقة توصيل ترموستات مكيف سبل الدكت نوع الكارير المكسيكي. طبعا هون عندنا التوصيلات الداخلية اللي بالوحدة الداخلية، طبعا هاي عندي هون جاي هذا الفليكسبل في جواته ويرات. في عندنا السبلاي الرئيسي اللي هو سبلاي الوحدة الداخلية، بيكون في له ويرين، بيجي من سويتش بيكون مركب جنب الوحدة الداخلية. السبلاي الكهرباء العادي لاين ونيوترال يتم توصيله مع 2 وير موجودين داخل هذا البوكس للتحكم، وأيضا في عندي 2 وير كنترول جايين من الوحدة الخارجية باتجاه الوحدة الداخلية. يتم توصيل أحد هذان الويرين اللي نازلين عندي في هذا الكونكتر، والوير الثاني بيروح مباشرة إلى الترموستات. يعني أنا هون بعمل لوب كونكت مع الوير الموجود عندي هون، ويتم توصيله مباشرة باتجاه الترموستات. راح نشوف طبعا الترموستات احنا في نهاية هذا الفيديو. وفي عندي أنا الكومون، وفي عندي 3 خطوط للمروحة. طبعا ويرات المروحة بكون جايين بشكل منفصل. في عندي 3 خطوط للمروحة، هاي خطوط المروحة عندي هون 3 خطوط، طبعا للسرعات الهاي والميديوم واللو، يتم توصيلها باتجاه الترموستات. طبعا هون انا عندي 5 ويرات لهذا الترموستات، راح يكونوا نازلين من الوحدة الداخلية باتجاه الترموستات. راح يكون عندي هلا راح نشوف الترموستات. طبعا راح نفك احد الترموستات اللي احنا ركبناه بشكل اولي لعملية تجريب وتشغيل، وراح نفكه طبعا وراح نشوفه من الداخل وطريقة توصيله وتركيبه. هاي التوصيلات طبعا ما بتهمك انت، احنا في عندنا مثل ما حكينا السبلاي الاساسي للوحدة الداخلية، وفي عندنا 3 هاي الويرات لتشغيل المروحة على 3 سرعات، وفي عندنا الكومون، وفي عندنا اللاين اللي نازل كنترول من الوحدة الخارجية باتجاه الوحدة الداخلية، راح يكون مباشرة اللي بيشغل عندنا الكمبرسر راح يكون نازل مباشرة باتجاه الترموستات. وفي عندنا طبعا هون بالنسبة لهذا الترموستات يتم أخذ السبلاي اللي هو 24 فولت من الوحدة الداخلية باتجاه هذا الترموستات الموجود معنا. طبعا هاي عندي أنا هون الترموستات موجود مركب، سنقوم بفكه لأنه احنا ركبناه فقط لعملية التشغيل والتجريب وتم الانتهاء من عملية التشغيل والتجريب. الآن سنقوم بفكه. طبعا هذا الترموستات مركب على قاعدة مثبتة عندنا على البوكس، سنقوم بفكه حتى يتم عملية فينيشينج عندي هون للجدار، عمليات الصبغ. بعد الانتهاء منها يقوم العامل بإعادة تركيب هذا الترموستات. راح نفكه ونشوف عملية توصيل هاي الخمس ويرات اللي حكينا عنها في بداية هذا الفيديو. طبعا هذا الترموستات الجديد الكارير الموجود عندي، يتم سحبه باتجاه الأعلى من خلال المنزلقة أنا عندي هون. طبعا مثبت هو هون هذا الجسم كله بينفك إذا احنا ضغطنا هذا الترموستات باتجاه الأعلى، راح يتم فكه وبالتركيب نقوم بسحبه باتجاه الأسفل. مثل ما عم تشوفوا ضغطنا باتجاه الأعلى، تم فك هذا الترموستات عن القاعدة اللي مركبة عندي هون على البوكس، وعملية التوصيل ضمن هذا الجسم هون عندي. سنقوم بفك هذه البراغي ونشوف ويرات الترموستات كيف موصلة عندي من الخلف. راح نفك هاي البراغي. طبعا فكينا عندنا هون
البراغي، أنا عندي نازل مثل ما حكينا من الوحدة الداخلية 5 وايرات. راح نشوف هون، طبعا محدد هون من الخلف أماكن التوصيل أو التسميات الموجودة عندي. طبعا هون الألوان للتمييز، لازم يكون عندنا الألوان مختلفة حتى فينا نميز الأماكن. مثل ما عم تشوفوا هون عندي المخطط هون لعملية التوصيل والمسميات. طبعا اللون الأحمر هون هو السبلاي اللي راح يجي من الوحدة الداخلية باتجاه الترموستات، واللي هو هون 24 فولت. واللون الأسود هو الكومون نيوترال، وعندي الأبيض والأزرق والأحمر الصغير لسرعات المروحة على الهاي والميديوم واللو، هي هيك بشكل أتوقع وضحت. وعندي اللون الأصفر مثل ما حكينا، هذا بيجي مباشرة من الوحدة الخارجية باتجاه الترموستات مباشرة لتشغيل الكمبرسر على حالة الأون. هاي 5 وايرات الموجودة عندي، طبعا حسب نوعية الترموستات حسب نوعية الماكينة في بيكون طبعا اختلافات بسيطة بالنسبة لتوصيل الوايرات، ولكن عادة بتكون الشيء الأساسي الموجود عندي هو السبلاي، لازم يكون عندي موجود 24 فولت والمروحة والكومن، وعندي بيكون اللي هو هون اللون الأصفر اللي هو تشغيل الكمبرسر. مثل ما عم تشوفون مكتوب عندي كلمة كمبرسر، هاي الكومن، وعندي هون السبلاي 24 فولت. طبعا هذول يعني الأمور الأساسية اللي فيها نشغل من أي ترموستات حسب نوعيته وحسب نوعية الماكينة الموجودة معنا. فينا نشغل المكيف، مفروض يكون عندي أشياء أساسية اللي هي السبلاي 24 فولت والمروحة الفان، ويكون عندي الكومون، ويكون عندي الواير اللي نازل مباشرة من الوحدة الخارجية باتجاه الترموستات اللي هو الكمبرسر أو لتشغيل الكمبرسر. طبعا هون احنا موصلين للمروحة 3 سرعات، وبالتالي يمكن من خلال هذا الترموستات تشغيل هذه المروحة على 3 سرعات مثل ما حكينا، هي الميديوم واللو والهاي. هاي عندنا الترموستات وطريقة توصيله. هذا الترموستات طبعا الجديد لمكيفات الكارير المكسيكية، نزلنا عنه طبعا بعض الفيديوهات، وبنتمنى انه يكون هذا الشرح يعني يعطي فكرة بسيطة عن عملية التوصيل. ان شاء الله في فيديوهات قادمة راح نتابع معكم في شرح هذا النوع من الترموستات. يعطيكم ألف عافية.